بطل كلام. خلاص؟ ازاي نحط الرموز بتاع اللحمات وهي كل اللحمات رمز واحد ولا نوع واحد؟ لا. اول نوعين من انواع اللحمات لازم تعرفهم حاجه اسمها اللاب جوين والبون جوين. لاب جوين حاجه اسمها بون جوين. اللاب جوين يعني اتنين بليد راكبين فوق بعض كده او كده. بيسموها اللاب جوين يعني الوصلات التراكميه. بط جوين يعني اتنين بليد قصاد بعض كده. عاوز افهمه بيسموها الحمور اوف كور. يبقى ده اول نوعين من انواع اللحام. اي من الاثنين يعني حاجتين بيركبوا فوق بعض كده عشان افهمهم. الحاجتين قصاد بعض كده عشان افهمهم. صح؟ في حل ثالث؟ مفيش حل ثالث. طيب عشان الحم هنا والهم هنا والهم هنا احط ايه؟ حاجه من الاثنين. يا بتجيب سلك الحام من بره وتسخن عليه يسيح يلحم الحتتين مع بعض ويترصب عليهم، او بتجيب سلك كهرباء عن طريق تفريد كهربي بيسيح السلك ويسيح الاجزاء اللي ماشي على الكهرباء. يعني الحام الغاز بيعمل ايه؟ بيسيح الفيلر ماتيريال، الماده اللي انت هتلحم بقى. هقولها الميلتنج تمسك في الاثنين. الزير كان، حديد كان، اي حاجه من دي. لحام الكهرباء بيعمل ايه؟ هو بيعمل انصهار جزئي تحت سلك اللحام نتيجه تفريغ الكهرباء، فبيسيح جزء من البرط الاولاني وجزء من البرط الثاني. لما بيبردوا الاثنين بيبقوا حته ايه؟ حته. تمام؟ انواع اللحامات ايه؟ انواع اللحامات بتتوقف على حسب انت بتجهز البليتس ازاي. اول لحام عندنا بيسموه الفرد. اول حاجه بيسموها سكوير ويلدنج. سكوير ويلدنج يعني ايه؟ يعني عندك اتنين بليد كده وادي التاني وصل لنا اهو، واجيب سلك اللحام عندنا وامشي بس على السطح البراني ده اهو، على السطح البراني من فوق ومن تحت كده بقى مربع. تمام؟ في لحام تاني بيسموه الفيلت ويلد. الفيلت ويلد ده بيجي ازاي؟ بيقول والله الفيلت ويلد ده لازم يكون فيه سطحين قائمين. يعني ممكن يبقى واحد كده، ممكن يبقى واحد كده. أو كده. أو واحد فيهم على حرف في الجسم بهذا الشكل. يعني فوق ده بليد واللي تحت ده بليد وعاوز الحمهم مع بعض. فبجيب سلك اللحام وامشي على طول سطح اللحام باجي على الجنب ده كده واقوم مرصب ماتيريال هنا. تطلع شكل الماتيريال دي عامله ازاي؟ عامله مثلث كده، والمثلث ده ماشي بطول سطح اللحام. اسمه الفيلت ويل. او هنا باجي احط المثلث بتاع اللحام ده هو، المثلث ده هو، وماشي هذا الكلام بطول اللحام ده من اول لاخر. ده اسمه الفيلت ويل. يبقى الفيلت ويل عشان اعمله لازم يكون في سطحين قائمين متعدين على بعض. لازم يكون في سطحين ايه؟ يبقى عشان لما اقول لك فيلت وشوفك تحط الفيلت فين؟ يبقى انت بتدور على الزاويه القائمه اللي هترصب عليها. تمام؟ الفيلت ده رمزه ايه؟ رمزه قدامك شكله عامل ازاي؟ مثلث. مش ده شكل اللحام اهو؟ مثلث. له ارتفاع حاجه بنسميها الليج سايز. يعني ارتفاع الرجل بتاعته كام؟ هل الرجل لازم تكون بتخانق البليد؟ لا. لا. لما تاخد ديزاين السنه الجايه هتحدد الحجم بتاع الليج في كام؟ انت لو بتعمله ديزاين وتطلعه مش شرط يكون بنفس السكنس بتاع ايه؟ البليد. رمز اللحام هنا عامل ازاي يا ولاد؟ مثلث. مقاسه قد ايه؟ مقاسه هو ارتفاع الرجل دي او ارتفاع الرجل دي؟ بالكتف ده هنسمي السايز ده اس. الاس بتتكتب فين؟ بتتكتب على الضلع القائم في
في السيمبل. الظل القائم بتاع السيمبل لازم يكون على ايدك الشمال. الظل القائم بتاع السيمبل لازم يكون على ايدك مين؟ الشمال اللي الشيطان بياكل بقى. ماشي؟ يعني قلت لك معلومه عشان ده انك راكزه في دماغك. الشيطان بياكل بالشمال والصيف بتاع السيمبل على ايدك ايه؟ على الضلع القائم في ايدك الشمال. ادي اول نوع لحام اسمه الفيلم. طب عندنا نوع لحام ثانيه؟ اه ما هو ما ينفعش كوره في كوره ديا الحمها فيلم. وفين الضلعين القائمين اللي هرصب عليهم؟ حد يقدر يشاور لي عليهم كده؟ مفيش. يبقى لازم الاقي وسيله حام ثانيه. فبيجي يقول لك ايه؟ الكورة الكورة دي ينفع معاها لحامات كتير قوي. أول لحام واحد فيهم اسمه الفي ويلد. الفي ويلد باجي أعمل إيه؟ بجيب البليت الأولاني وأقطش، والبليت الثاني وأقطش، وأقوم جاي منصب ماتيريال في الحتة دي. لحموا في بعض خلاص. التجهيزة دي في الآخر طلع شكل الاتنين مع بعض حرف إيه؟ في. الفي دي كان السيمبل بتاعها. حرف في. الفي دي لها زاوية ولا ملهاش زاوية؟ حدش بيرد؟ ليها زاوية. الزاوية بتتكتب فين؟ الزاوية بتتكتب فوقنا جوه الحرف كده. والسايز اللي هو التخانة بتاعت الفي دي السايز اس ده يتكتب فين؟ اتفقنا؟ على عينك الشمال. صح؟ والمسافة بين الاتنين بليت، المسافة الفاضية لهي. دي بيسموها الروت اوبن. ويدوها رمز او. مسافة اسيب بين الاتنين بليت قد اللحام 2 مللي. مللي، 3 مللي. أنا اللي بقرر. يا راجل بعمل لحام أنا اللي بقرر. ألزقهم في بعض، أنا اللي بقرر. تمام؟ طيب الروت اوبننج دي تتحط فين في السيمبل؟ تتحط هنا كده تحت. يبقى لو عندي السايز بتاع الفي 8 والزاوية 45 أو 90 والروت اوبننج 2. بقيت أنا وأنا بقرا اللوحة لما حطيت الداتا كده عرفت إن السايز 8 والزاوية بتاعت التجهيز 45 يعني 22 ونص شمال و 22 ونص يمين والمسافة بين الاتنين بليت كام؟ محدش كتب لي ورقة قال لي الزاوية بتساوي 45 والسايز 8 مللي والفتحة بين الاتنين 2 مللي. محدش قال الكلام ده كتابتك ولا شفهيتك. إنما السيمبل بيقول إن اللحام اسمه دي السايز بتاعه 8 الزاوية 45 المسافة بين الاتنين بليت 2. ادي السيمبل ده لكل المعلومات. تاني نوع عندنا حاجه بيسموها البيفل ويلد. البيفل ويلد يعني شكله عامل ازاي؟ احد البليت سطح عدل والتاني واخد زاويه مايله كده اهي. يبقى واحد فيهم بيتقطش والتاني ايه؟ بيدن عدل زي ما هو. باجي ارصب الماتيريال الزاويه دي اسمها سيتا والروت اوبننج اسمها او والسايز اسمه اس. البيبل شكله عامل ازاي؟ البيبل شكله واحد وعليه خط ماي. السايز بيتكتب بره والزاويه بيتكتب جوه الرمز والروت اوبننج تحتها. تمام؟ ثالث نوع عندنا حاجه بنسميها جي ويل. احد البليت زي ما هو عدل والتاني بقوره اهو اديله كيرف كده وادي الروت اوبننج بتاعته واللحام بيتم في المنطقه دي واخد حرف شكل الجي المقلوبه اهي. السايز بتاعه بيتكتب هنا السايز والروت اوبننج لو له زاويه سيتا السيتا بتبقى المماس يعني اقصى ميل فيه كام؟ اقصى 9 زاويه فيه. تمام؟ ثالث حاجة عندنا أو رابع حاجة حاجة اسمها اليو ويل. اليو ويل شكله عامل إزاي؟ بليت هقوره نص أهو
وادي البريد الثاني اقور نصه الثاني بشكل التكليف وارتم هنا حرك الارض بشكل اليو. بالاخر لما تسموه ده عامل ازاي؟ يو يو اهي وادي الصيص بتاعتك. الكلام ده فيه منه سنجل ودبل، يعني ممكن اجهز البريد من يمه واحده ممكن اجهزه من يمتين. يعني عاوز اجهز دبل في، دبل في شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده بالبليد، قطش من فوق قطش من تحت، قطش من فوق قطش من تحت، بقى في عندي في فوق اهي وعندي في تحت اهي. السمول بتاعه عامل ازاي؟ دبل في، في فوق وفي تحت، والصيف بتاعها والسي دبل في دبل. دبل بيفل، دبل بيفل ادي بليد اتقطش باليمتين بيفل، واليمة الثانية عدلهم من الحال من هنا. دبل بيفل السمبل بتاعها عامل ازاي؟ بيفل، بيفل فوق وبيفل تحت، والصيف والسي دبل في دبل على واحد فيهم، لان الاثنين غالبا بيبقوا قد بعض. الاثنين بيبقوا ايه؟ بيديني معلومة على واحد فيهم تديني الثاني على طول. دبل جي، دبل جي ادي واحدة جي فوق ادي جي تحت. دبل جي امشي ازاي؟ ادي الخط بتاع الريفرنس جي فوق وجي تحت والصيص بتاعها. دبل يو، دبل يو اهي ادي يو فوق. بطل كلام يا معلم. نعم مش شرط تشوف، كفايه اشوف. هذا السيمول اللي اسمه دبليو، خلاص ماشي. يبقى دول السيمبولز العامه في الويل، الجي والبيبل والفي واليو والفيل، وعرفنا بنحط الداتا بتاعتهم ازاي. طيب هل ممكن اعمل لحامات مختلفة في نفس الجسم؟ هل ممكن؟ ممكن ونص، ايه اللي يحوشني؟ بص لو انا عندي جسم على الطرف زي ده كده، بليت كده وعندي بليت فوق منه تاني اهو، وعاوز الحق على الجنب ده البليت ده ماشي كده والبليت ده ماشي كده اهو، وعاوز الحق على الجنب ده وعاوز الحق على الجنب ده. عندي مشاكل؟ ما عنديش. هلحم هنا فلت وهلحم هنا شيب، فالشيب اقوم بجهزه كده اهو. بجهزه ازاي الشيب؟ من تحت او من فوق سياب اهو، من هنا شيء اهو، تلحم من هنا او ممكن تلحم من هنا. التجهيزه بتاعتك، عاوز اقول ان ده شيء وده فيلم، اقولهم ازاي؟ قال لك هنعمل اصطلاح جميل قوي، هاجي اشاور على المكان اللي فيه اللحام بسهل. هذا السهم هيتحط عليه كل الديتيلز بتاعت الويل ازاي؟ لو جيت حطيت على السهم ده نقطة سودة هنا، دايرة سودة صغيرة، ده معناه ان ده فيه ويل، يعني انا لاحم في المكان بتاع اللحام في الموقع، مانيش لاحم في الورشة، يعني الجزئية دي مش معمولة في ورشة والمروحة شغالة تحت مني، ده احنا واقفين في الشارع على الترعه وبنلحم مواسير ميه عشان هننزلها. نقطه سودة معناها اللحم في الشارع في الموقع. تمام؟ هتقول لي اللي هتفرق مع اللعيبه؟ تفرق. انت بتلحم في الشارع اللحام ممكن يدخل فيه تراب، ممكن يدخل فيه عفش، ممكن واحد ماشي يقول لك اي شويه رمل عليه. انما وانت في الورشه حطه على التسجيل وتحت المروحه ولابس النضاره والجوانتيات والكلام ده.
مين اللي هيزود لك شويه ملح في الشوربه؟ مفيش، صح؟ فده الفرق، ان لحام الشارع له مواصفات او خصائص تختلف عن لحام المشي. عشان اقول له ان ده خلي بالك انا مصمم واخد في التصميم اعتبار ان هذا في الشارع، عشان الدايره السوداء دي معناها انك بتدخل في الشارع. بص اللي جاي بقى، لو حددت لي دايره سوداء، لو حددت لك دايره فاضيه اكبر منها كده، يعني معناها الدايره الفاضيه دي قول راوند ويل، يعني الحام داير ما يدور. هو بالضرورة ان الحاجة تبقى مدورة عشان الحين داير ما يدور؟ لا. تعرف داير ما يدور يعني ايه؟ يعني لو عندي حيطة كده وعاوز الحم فيها الاي بيم ده، انت عارف ده ما يدور يعني ايه؟ يعني ابدا من نقطه لحام وارجع لها، يعني خط اللحام المفروض ان انا احنا على الخط ده كده لحد ده وامشي كده، شايف دي ماشيه ازاي؟ انا هلحم لك على قدام ده عشان تبقى شايف، شايف خط اللحام يمشي ازاي؟ هو هيمشي هنا، يمشي ورا هنا، ابدا من النقطه دي وامشي بسلك اللحام كده، انزل هنا اهو ماشي مع الكروس سيكشن اهو، رجعت لنقطة الاصل لحام داير ما يدور، ببدا من نقطة اللحام وارجع لها تاني، هو ده الاول راوند ويل. خلاص رمزه ايه على السهم بتاع اللحام؟ دايره بيضاء. اجي بعد كده احط السمبل، قال لا انت بتحط نهون فوق ونهون تحت، انت عندك السهم له فوق وتحت، مين اتحط فوق ومين اتحط تحت؟ اللي حامل بعيد ولا قريب؟ المستخبي ولا اللي باين؟ مستخبي اللي حامل اللي انا هبص عليه، اللي حامل اللي انا هبص عليه معنى ايه؟ ان انا هاجي ابص على السطح ده، عيني عيني اهي، شايف العين حلوه ازاي؟ اهي بصه هنا، بصه هنا، ده الجنب اللي العين بتبص ايه؟ عليه. الجنب اللي العين بتبص عليه بنسميه الاروسايت، ده الاروسايت. الجنب الثاني اللي مستخبي عن العين اسمه الاذر سايد، يعني الجنب الاخر اللي انا مش بتكلم عليه، انما الجنب اللي انا ببص عليه وشايفه ده بسميه الارو سايد. يبقى الارو سايد الجنب النون يا اولاد اللي انا بص عليه، اللي انا عاوز ابص عليه. الاذر سايد الجنب الاخر من اللحام. طيب احط الارو سايد فين والاذر سايد فين؟ قال لك اصطلاحا هنحط الأرو سايد تحت والأزر سايد فوق. يعني أنا عندي الأرو سايد فيلم، فيلم أحط الفيلم إزاي؟ أدفوك الفيلم تحت. الأزر سايد جي، أنا الأزر سايد جي، الأرو سايد الفيلم السايز بتاعه 5، الأزر سايد الجي السايز بتاعه 8. يبقى كل واحد يتحط عليه المواصفات بتاعته. يتحط عليه المواصفات ايه؟ بتاعته. يبقى الأرو سايد يا أولاد ده الجنب اللي أنا ببص عليه. الجنب اللي هشاور عليه بالسهم. بمعنى ايه؟ إن أنا لما أجي أسقط دي كده الاسقاطه اهي، انا
اجي اشاور هنا السه واقول له ده فيلت والجنب الثاني جي. الفيلت سايز 5 والجي 8. يبقى الجنب اللي السهم بيشاور عليه ده اللي انا شايفه. ده اللي انا شايفه. الجنب الاخر من اللحام بيتلحم بجي سايز 8. ناس شباب؟ يبقى عرفنا بنحط الارو سايد فين والقصف سايد فين؟ الارو سايد اللي بشاور عليه بحطه تحت، الجنب اللي هشاور عليه يعني اللي انا باصص له بحطه تحت، والقصف سايد احطه فين؟ ماشي؟ لو شاورنا من ناحيه قال صوتك قطرش. لو شاورنا من ناحيه ايه؟ لو شاورنا من ناحية الثانيه، لو كنت شاورت اليمنى الثانيه هنا يبقى الارو سايد هو الجي والقصف سايد هو الفيل. الجنب اللي انت بتشاور عليه ده اللي انت باصص له، الجنب ده ملحوم بايه؟ الجي. يبقى الجي تحت والفلت فين؟ الجنب الواقف دايما شمال. فانا الخط الواقف في السمبل دايما فين؟ شمال. وتر؟ لا الجي كده. الجي كده. لا تتقلب كده؟ لا. وانا لما احط الواحد اللي واقف احطه كده واقلب الشيء كده؟ لا. ما الناس كلها قالت لك الشيء تاخد شكل اللحام، شكل التجهيزه. شكل ايه؟ التجهيزه. ماشي؟ طيب عرفنا نحط الاسهم ازاي؟ في عندي نوعين لحام كمان بيسموهم لحام كهرباء. الكتريك ريزيستنس ويلد. الكتريكال ريزيستنس ايه؟ في حاجه فيهم بيسموها السيم ويلد، اي بيسموها الظبوط ويلد. الظبوط ويلد ده زي البرميل بتاع الغساله بتاعتكم اللي في البيت ما هو متلحم. باجي اعمل ايه؟ جيب سنبك وسنبك، عارف يعني سنبك؟ مسمار تخيل له سن اهو، موصل ده بكابل كهرباء بوزيتيف وموصل ده بكابل كهرباء ايه؟ نيجاتيف. واقوم جايب الحتتين دولا، امسك كده الحته البنفسجي والحته البيضاء، ما تمسك كده اهو، وجايب السنبكين اهو، وباي وسيله ضغط ما زي الكماشه كده، زي الكماشه، عارف البنسه والكماشه؟ واقوم حاططهم كده واقوم تك، يقوم ثابتين هنا على نقطه. النقطه دي تعمل لوكال ويلدنج، بتسيح الحته اللي تحت السن مباشره. يطلع شكل اللحام عامل ازاي؟ حاجه مدوره، نقطه مدوره. تمام؟ سيح السطح اللي فوق وسيح السطح اللي تحت. لما الاثنين ساحوا اختلطوا ببعض نشفت مسكوا. ده اللي هو بقى البرشام ولا؟ لا خلاف البرشام، ده اسمه سبوت ايه؟ سبوت ويلد. السيم ويلدنج بدل ما كان بقعه وهمشي بعد شويه، بعد شويه كده انا كنت بديها نقطة هنا، بعد شوية بديها نقطة ثانية، بعد شوية بديها نقطة ثالثة وهكذا. المسافة من كل نقطتين دول بنسميها بيتش. المسافة من كل نقطتين بنسميها يا ولاد بيتش، يعني المسافة من كل نقطة واللي تليها كام. السيم ويلدنج لا. السيم ويلدنج بدل ما كنت عامل سنبوكين يعني نقطتين كهرباء هتتفرغ عند نقطة، لا بجيب طارة قرص قرص وقرص تحت منه ومد ده موجب وده سالب، قوم قارص عليهم اضغط عشان يضغطوا على السطحين. ارفع يلا ارفع ارفع فوق، ادي القرص اللي فوق ادي القرص اللي تحت، وابتدي ادحرج القرص ده الفه زي البدال بتاع العجله كده، يقوم يمشي يعمل لي ايه؟ خط الحام. طول ما هو ماشي عمال يسيح تحت منه، يسيح تحت منه، فبقاش نقطه بقى خط الحام، بقى خط ايه؟ ازاي احط السيمبلز بتاع الاثنين دي؟ هبقى مظبوط ويلدنج رمزه اهو، لما اجي احط سبوت ويلدنج احطه على السنتر لاين بتاع طول اللحام، او لو انا هلحم الحته دي مع الحته اللي تحت منها دي سبوت ويلدنج، ده بيستخدم في الشيت ميتالز صفير. يعني ما تجيش تقول لي هلحم حته قد دي وحته قدها اليمه الثانيه بسبوت ويلدنج، هسيحها ازاي دي؟ ما يسحهاش عمره. انما الشيت صاج 2 مللي
3 مللي، مللي ونص، مللي، ده سمسار. انما تجيبليش حته بلوك حديد كده تقول لها اعمل لها اظبط ولد، انت هتسيح فوق، انما تحت دي بلوك كده تشدهم طبعا من بعض. تمام؟ فمظبوط ويلدنج بيستخدم في الشيت، الشيت ميتال حاجه من الاثنين. لو انا بصيت على السكوب دي يعني دي اسقاطها كده، وادي الداش لاين بتاعها بتاع الجزء التحتاني اهو، وادي السنتر لاين بتاع اللحام اهو، قدامي حبلين، واللي بحط السنجل بحطه مره واحده ما بكرروش. تمام؟ اما اجي على مكان اللي هيبقى فيه تفريغ وهيبقى فيه اللحام اللي هي النقطه دي، مش هي دي النقطه اللي هتمسك بين الجسمين، مش هي دي، ومشاور عليها بسهم، اقول له ادي الظبوط ويلدنج بتاعك، رمزه عامل ازاي الظبوط ويلدنج؟ عباره عن دايره. دايره، الظبوط ويلدنج رمزه ايه؟ دايره، مش الماسكه بتاعه دايره؟ البيتش بتاعك 100 مللي، يعني مسافه من كل نقطه لحام والثانيه اهي، اسمها البيتش، المسافه دي اسمها البيتش. 100 مللي السترينث 1000 نيوتن على المليمتر سكوير، القوه بتاع الوصله، النمبر اوف سبوتس بتاعتك ايا كانت الانت 6 8 10 12 زي ما تكون، عدد البقع دي كام؟ يبقى سبوت ويلدنج رمزه عباره عن دايره بتمر بنص الخط، قبلها بتكتب البيتش، بعدها بتكتب الاسترنس قوه الوصله، فوق الرمز بتكتب النمبر اوف سبوتس. تمام؟ السيم ويلدنج زي السيم ويلدنج اللي هو الخط هيبقى زي، يعني دي مكتوبه سيم ويلدنج، هقوم جاي مشاور على الخط عند النقطه اللي هيبقى عليها خط اللحام، بس السيم ويلدنج عباره عن دايره فوق الخط. عبارة عن دايرة فوق عشان يفرقها بينها وبين سبوت ويلد. برضه بتتكتب البيتش، فيها بيتش، يعني فيها بيتش نوبادي، فيها لينس. طول اللحام كام؟ الرقم الأولاني اللي هي متساهم يا لينس يا البيتش. يا لينس ايه؟ الرقم اللي بعده عبارة عن سترينث. ممكن يبقى في نمبر اوف سيمز، يعني هل هنحط هنا، هل هنحط كمان هنا بعد منه، هل هنحط كمان بعد منه، وهكذا. ماشي؟ لو ان الرقم صغير يبقى البيتش المسافه بين كل خطين كام؟ لو الرقم كبير يبقى اللينس هتلاقيه بعرض البليت كله، هتلاقيه بعرض ايه؟ بعرض البليت كله. في المسافه ما بين السيمبل وما بين السيمبل. المسافه. حطوا مكاننا. ماشي شباب؟ تيجي نحل التمرين، تمرين التمارين اللي في الكتاب كده. تيجي نحل ونشوف هنعمل ايه؟ هنعمل كده. اديتك الوقت رهيب، اديتك الوقت بتاعك، اديتك الوقت بتاعك تحت الكتاب على التمرين ده، نزل تحت، نزل تحت ده. الثانية والثالثة. والأولانية هوم وورك. الأولانية هوم وورك صفحة 11 هوم وورك. 11 هوم وورك. خلي بالك هناخد الغياب المحاضرة الجاية إن شاء الله. المحاضرة الجاية بتاع الأسبوع الجاي هاخد غياب.
بيدوهولنا اجازه قبل كده، بقالهم سنتين بيدوهولنا اجازه معاهم عشان ناسيين اجازه للكل. فقال لك خلاص من المقترح او من المقرر تقريبا لحد دلوقتي احنا غيرنا الكلام والحد والاثنين اجازه. انت في الرسم بتاعك ان الحد والاثنين هما اللي اجازه. ده الوارد. اه للطلبه بس يا دكتور. بقيه الاسبوع ديا ما سمعناهاش لسه ومش هتحصل اعتقد الا لظروف امنيه. بنشتغل
على المساق. فلما يدينا ايزومتريك اول حاجة هجيب اجيب ثلاث مساق. صعبة؟ لا. تعال نقرا بقى المطاليب بيقول ايه؟ بحلى قوي في المطاليب لان كل كلمة لها انديكيشن. شكل التجهيز يا عم التأويرات اللي كنا بنقورها في البليت والكلام ده قال لك عليها قال لك حط السيمبل بس خلي بالك اعمل المطلوب منك وبس السيمبل الاولاني بيقول لك ايه اول حاجه اول معلومه بيقول له اول ويلدس اوف فيلد 1 يعني استفدت من دي بايه ان كل الاسهم احط عليها النقطه السوداء على راس السهم لكن صح دي اول معلومه هي طيب تاني معلومة بيقول لي برضه ايه؟ برضه ايه اللي هو مين اخويا قدامك؟ الصوانة اللي فوق. ازولدت وبارت بي. الحومة على السطح اللي تحت منها. صح؟ يوزنج اول لون ويل. يبقى لازم احط على السيمبل هنا ايه؟ دايرة كبيرة فاضية. طيب. اوف سايز خمسة. بسيطة خالص النقطة اللي هيبقى عندها اللحام فين؟ اللحام هتكلموا على الطربوش من فوق ولا على الطربوش اللي مع القاعدة؟ اللحام من اللي لابس الطربوش صح؟ بهتم هنا أو أحط السيمبل هنا أو أحط على خط اللحام الظاهر عندي على الدايرة شو خط اللحام هيبقى هنا؟ مش ده خط اللحام؟ وقدامك ثلاث اختيارات اما انك تحطه هنا او هنا واجي ونشاور عليه كده بالقرب من نقطه اللحام السهم بتاعنا 3 مللي 3 مللي نقطه فين نقطه اوراون فيلت السايز بتاعه كام او الحل الثاني ان ممكن احط هنا او ده او اني ممكن احطه هنا واحد من الثلاثه وليس الثلاثه حل وحيد يا تحط على المسقط ده يا المسقط ده يا المسقط ده بس احذر انك تحط سيمبل على خط داش الخط داش اسد انا مش شايفه وخط الداش ده بيقول انك شايف انت مش شايف تحط عليه ازاي ده انت مش شايف هتحط الار وصايد يعني انت شايف اللي جوه ده دخلت جوه مصارينه؟ ما ينفعش صح؟ فاذا خط الداش محظور انك تحط سيمبل عليه. زي الخط بتاع اللي كنا بنحطه على الاسهم هنا 60 درجه السهم 3 مللي والكتابه تتكتب كتابه هندسيه هتكتب لي الخمسه كده زي ما بيشوف بعض الناس هبعزقك اكتب لي 50 كده اسقطك انت في السكشن بتطلع لوحه صح قد اكبر الهرج ده في الامتحان وما دققش عليه قوي وقت وضغط اعصاب وي 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 انا مقدر انما في السكشن بتعملوا حاجات زباله كتير لو انا اللي بعلم اللوحه والله ما مديك في اكتر من خمسه مين الناس اللي علمت لها اللوحه الاسبوع اللي فات؟ يعني انتوا رحت لها الاسبوع اللي فات سته واربعه هو ده هعلم كده انا بعلم كده ممكن تبقى راسم الرسمه كويسه جدا بس الفينش زي الزفت يعني منظر يجيب المرض بعيد عنك يعني يا دكتور سعد احنا كتابه هندسيه
السهم انا مش عاوز اتكلم فيه تاني لان اتكلمت عليه قبل كده محدش بينتزع. السهم بتاع الدايمنشن على خط الخط ده على 60 درجه زي الكتابه. السهم طوله 3 مللي قاعدته 2 مللي. خط اهو اكتب السيمبل بتاع السيمبل 5 تتكتب هندسه. ارتفاع السيمبل كام؟ انا سايبهولك يعني مفيش له ليميت للسايز بتاعه. النبي متناسق مع اللوح. يعني ما تجيش الرسمه كده تحط لي السيمبل المثلث كده. يعني 5 يبقى المثلث اللي ما بلقاش. خلاص؟ دي حاجه انا سايبها لك. يبقى ده اول رمز اتفقنا ان احنا من الموضوع ده ان انا بحط الرمز مره واحده. مره ايه؟ مرة واحدة برضو هي يا اختارتنا عمك عبد الحليم حافظ. يبقى هنحط الرمز كام مرة يا شباب؟ على مسقط واحد فقط لا غير. والخط الرمز يتحط على خط داش ولا ظاهر؟ ظاهر. اتفقنا؟ قول اعدل خليها على 60 خليها على 60. انا قلت لك الصح اعمل لك الغلط انت تعمل الصح. اما اعدلوا في واحد يقول لهم كان في المحاضره عامله كده. ماشي فار بي مطلوب 3. خلي بالك من كل كلمه في راس السؤال. مطلوب 3 فارت بي الحيطه اللي نايمه از ويلدد وبارت سي على الحيطه الرأسيه سرور افيلت ويل. يبقى اول نوع عندي عباره عن ايه؟ فيلت. السايز بتاعه كام؟ 5 مللي. بيقول لك خليني ده الارصايد يعني الفيلت خليه هو الجنب اللي انت بتبص عليه عشان اتفقنا الارصايد يعني الجنب اللي انا ببص عليه اللي احط يمته السهم واحط عليه السيمبل بتاعه. طيب بيقول لك خلي الفيلت هو الاروسايد. ماشي هو اللي بيقول اهو مش سهلك مفتوح. طيب الجنب الثاني اند ا سنجل جي سايز 8 اذر سايز. يقول لي عاوز تلحق البي مع السي بفيلت وجي. احط الفيلت على اليمين ولا على الشمال؟ لان احنا اتفقنا ان الفريق لازم يبقى فيه قايم. يبقى الفريق هيبقى هنا بالضروره الشاي هيبقى فين؟ اهو يبقى هنا صح؟ مش الشاي هيبقى هجهز السكنس دي ولا هجهز السكنس الثانيه لطول البريك؟ لا هي السكنس اللي هتتجهز صح؟ يبقى اشاور فين؟ بيقول لي خلي الفريق هو الارو سايز. يبقى اجي اقوم اشاور اهو على النقطة دي وبالقرب من النقطة مش على النقطة تحديدا. وهقول لك ليه دلوقتي. ما تشاورش على النقطة تحديدا انما بالقرب من النقطة 2 3 مللي على المكان اللي هيبقى فيه اللحام. وهقول لك ليه دلوقتي. تمام؟ الجنب ده اول فيلت ار فيلد. حطيت النقطة السوداء. الجنب ده اللي أنا مشاور عليه هو اللي فيه الفيلت. أبو سايز كام؟ كام؟ 5. والجنب التاني عبارة عن إيه؟ جي سايز كام؟ خلاص انا فهمت ان السهم اللي مشاور ده النقطه دي عندها الفيلت واليمه الثانيه هي الجي. خلاص؟ هو بيقول لك ما رضيش يقول لك خد السهم جاهز اهوت. ليه؟ عشان يعرف انت فاهم يعني ايه كلمه ارو سايد واذر سايد ولا لا. الارو سايد ده اللي الجنب اللي السهم هيشاور عليه. مكان ما هتحط السهم فين؟ اللي انت واقف وبتبص عليه. ماشي يا شباب؟ طيب نشوف المطلوب. الراء بارت دي اللي هو الويب مهم على السي والدي الويب تو بارت سي اند اي مع الحته الراسيه والحته النايمه ثرو ادبل فيلت ويب اوف سايز 5. يعني الويب ده يا رجاله عاوز الحمل مع الحيطه دي والحيطه دي يبقى دبل فيلت. احطهم ازاي؟ طبعا انا بشاور على خط الحبل.
خط اللحام بتاعنا العوق ده بتاعنا العوق ده وده فين؟ هو الخط ده الخط ده اللي هم مسقطهم في الصيد الخط ده ادي الجنبين الرأسيين وفي البلان ادي الجنبين التانيين عندي هنا اكتر من خمس طرق اقدر احط لهم السهم ده بص اول طريقه ايه؟ او مشاور على الخط ده مشاور على الخط ده الاثنين بنفس السهم اهي ويتلاقوا مع بعض وهنا مش هنلتزم بالزوايا الستين وهم جاي مشاور على دول كده وقالوا ده دبل فيليب بصيص خمسه يعني بقيت عارف ان انا لاحق على الخط اللي هنا والخط اللي هنا والخط اللي هنا والخط اللي هنا ليه ما شاورتش عند النقطه دي؟ هي دي بقى التركه اللي بتعمل لبس في الرسم لان النقطه دي بص الحق على المسقط هنا تمثل ثلاث حاجات طب الحيطه الرأسيه ولا الحيطه الافقيه مسقطهم هي النقطه دي في الاليفيجن والويب بقى هو الويب ملتقي مع الحيطه في الخط والحيطه في الخط والنقطه الكورنر بتاعها لما اشاور على الكورنر ده اهو مانيش عارف انا بشاور على لحام الحيطه الرأسيه مع الافقيه الطولي ده ولا بشاور على لحام الويب مع الحيطه الرأسيه ولا لحام الويب مع الحيطه الافقيه عملت لي لبس لانها نقطه مشتركه بين ثلاث اجسام عشان كده اتفقنا دايما ان انا ما اشاورش على نقاط لحام انما اشاور بالقرب من على نقطه اللحام او على خط اللحام او على خط ايه اللحام ماشي شباب عرفنا بقى ليه انا هنا ما شاورتش على النقطه دي رغم ان النقطه دي يونيك يعني فريده ان هي دي ما لهاش حل ليه ده هي لحام الحيطه دي انما هنا النقطه دي تعمل ايه؟ تعمل كونفيوجن ليه وانا ببص عليها عشان كده ما اقدرش اشاور عليها ما اقدرش ايه؟ اشاور عليها الحل الثاني للقصه دي ان انا يوم مشاور هنا واقول له ده دبل فيليب بصيص خمسه يبقى كده انا بتكلم عن الخط الرأسي والخط الرأسي وبالضروره لازم أن اشاور هنا واقول له ده دبل فيليب وصايص خمسه وصايص خمسه يبقى انا كده حطيت المعلومات كامله ان الجنبين الافقيين مدفونين بخمسات دبل فيليب والجنبين الرأسيين مدفونين بخمسات دبل فيليب او الحل البديل ان اشاور على الخط ده والخط ده مع بعض سويا بنفس السهم لان المعلومه واحده يعني اشاور على ده لوحده واشاور على ده لوحده تمام بقى واحطها هنا واحطها هنا خلاص فاما الحل ده او الحل ده او الحل ده عشان ما حدش يحطهم الثلاثه بس ما تسحمش مسقط زياده على اللزوم ما تسحمش مسقط زياده على اللزوم وزع ما اكتر المساقط هم لازم توزع عليهم اللحمات لازم شاور على الخط مش قول الراوند، عارف قول الراوند يعني ايه؟ يعني ابدا من النقطة دي والف وارجع هنا لازم اخرج من الحيطة بقى وارجع للنقطة دي تاني. ادخل السيخ بتاع اللحام كده ادكته وادخله يلحم هنا، تهبل يا لك؟ والراوند فين؟ ما ينفعش هنا اول راوند. انما الاسطوانة دي لو بدأت من اول هنا اقدر الف على السطح ده واقول له والراوند. صح؟ بلاش الافتكاسات عاملين راكب تنس اتصال مع بعض وبلزق بالبان. اللي انت بتعمله ده بلزق بالبان كده او بقى مين؟ او بقى عمر بس شو يقول لك دبل فيليب دبل فيليب يعني ايه يا اولاد؟ دبل فيليب يعني ايه؟ دبل يعني يا اما واليا اما القصاد مش ده دبل؟ يعني هل من على الخط ده اهو الخط القصاد من على الخط الرسمي ده اهو الخط القصاد هذا الدبل ايه؟ ايه يا حبيبي في الصيف؟ ايه؟ هات الخط ده الخط ده على طول الخط دي كام الأخت بقى اللي نايم على الضوء الخط ده الخط ده واضح؟ تعالى بقى بص لي كده في المطلوب الأخير وده عاوز تقدر تبرر نقاط السهم فين؟ يقول لي بطن سي ده
يعني حبه رقصية مدحومة مع بار اي حيطة رفقية يوزنج الفيلت ويلد سايز 5 افر سايد مش عاوزك تبص على الفيلت النباب عاوز الفيلت هو الافر سايد صح؟ ام سنجل جي سايز 8 ويز انجل 90 ولا سنجل في؟ سنجل في وفي سايز 8 مش لابس النظارة بعيد عني والانجل 90 يقول لي البريد ده هو عاوزك تلحمه مع البليد ده هو واحد فلت والتاني وين والتاني في صح؟ احط الفلت فين؟ احط الفلت فين على الرسمة؟ اليمة الشمال الحيطة هي والحيطة هي احط الفلت في اليمة الشمال ولا اليمة اليمين؟ النقطة الشمال صح؟ يعني الفلت هيبقى هنا والشيء بالضرورة ولا الفي بالضرورة هيبقى فين؟ دي هيبقى هنا هقطش ده واقطش ده ويبقى فيها هنا صح؟ بيقول لك خلي الفلت الاذر سايد يعني ما تشاورش على الجنب اللي فيه الفلت انما شاور على الجنب اللي فيه مين؟ في يبقى شاور على الجنب اليمين يا اولاد اليمين ولا الشمال؟ اليمين يبقى هاجي شاور على اليمين اهو والفرد النقط اللي حالنا اهو عاوز تحط السهم مقلوب كده ماشي اهو يقول لي الابو سايد يعني الجنب اللي انت مشاور عليه الفي الفي اهو الزاويه بتاعته 90 والسايز 8 والجنب الثاني فيلت اهو السايز بتاعه 5 كل اللحامات في اندومان شفت بقى ازاي النقطه الاولانيه اللي قبل كده بقول لك شاور لي على الفيلت انه بيقول لك مش عاوزك تشاور على الفيلت الفيلت الاذر سايد يعني مش عاوزك تشاور عليه مش عاوزك الارو سايد ده اللي انا عاوزك تشاور عليه ماشي ده كده التمرين الاولاني في الصفحه اللي قبل منه الهوم وور تيبيكال من الكلام ده تيبيكال ماشي الصفحه اللي قصادها بقى الصفحه اللي قصادها بص فيها كده خلاص من عملتها شايف كنت بتتكلم معاه بص بكلمك لسه ورد عليه بقى رد عليه
عامل لي فيها مهند. عامل لي فيها مهند يا اخويا. امال مرات عمك فين؟ سد يا بس يا عم. لا سكت. انت ناقصك بس تركب لايسنس خضرا وتبقى مهند يعني. شيل لك شويه صفيح كده تعمل لك بتاع كده وتبقى مهند. ما لازم انا اهزقك انت وهو يعني. وانت عامل لي ايه اللي في دماغك ده؟ لما تروح الجيش هتعرف ان الله حق. مركب لي بتاع زي ابراهيم عيسى. مش انت بتتكلم لازم اضحك عليك المدرج كله يعني. عشان انت انا مره تبقى تقعد محترم. مش انا عمال ارسم على السبوره وانت ماسك ودنك تيجي تجري. ايه مشغل شنيور؟ عيب انت وهو عيب ناس كبار. ولا هو الركن التاني بيتكلموا مجانس الاسود محمد الواد بتاع شنسينا يوزنج ويلدنج سيمبل. اقرا السؤال كويس قوي لان زي ما اتفقنا كل كلمه في سؤال الويلدنج لها معنى صح؟ يقول لي يوزنج ويلدنج سيمبل شوين ذا بريفيوس تيبل على سن التيبل في كتاب جوه. بارت ايز ويلد تو بارت بي يوزنج دبل فيلت ويلد قصايه سبعه. بارت ايه اسطوانه تتلحم مع بارت بي يوزنج دبل فيلت ويلد. ما يقدرش يقول هنا اقول راوند ويلد لانك هتبدا اللحام من هنا على طول الخط ومن الجنب الثاني على طول الخط. يبقى احنا على الجنبين. احط السيمبل فين؟ ليا الحق ان انا احطه على خط اللحام هنا دبل فيلت صايد سبع. ولك الحق انك ممكن تقول ان انا احطه هنا دبل فيلت وصايد سبع ده او ده. يبقى انا ما بنكررش الحالات. ما بنكررش سيمبل ده او ده. يعني الحل ده مرضي والحل ده مرضي. مش قرآن يعني مش حاجة مسلم بقى. لكن اختيار. تمام؟ يقول لي بارت بي از ويلد تو بارت سي. مين بقى بارت بي وبارت سي؟ ثرو ا دبل بيفل. سايز 8 ايتش. البيبل انجل 45 والروت اوبننج 2. بارت بي وبارت سي. دبل بيبل معناه ان انا جهز ده ازاي؟ ادي بارت بي وادي بارت سي. ادي بارت سي عدل وبارت بي اهو. بقى بيبل من هنا وبيبل من هنا. وادي الروت اوبننج بتاعتي وهلحمهم كده. ادي اللحام بتاعي هنا اهو. ده التجهيز. انا مش عاوز التجهيز، انا عاوز احط السيمبل. يجوز ليا ان انا احط السيمبل هنا. مش ده خط اللحام اهو. مش ده خط اللحام ده او ده. ادي الدبل بيبل. السايز بتاعه كان يا حبيبي؟ 8 زاوية 45 والروت اوبننج او احطها هنا كده بالقرب من خط اللحام اهو واحط له دبل بيبل سايز 8 2 45 ده او ده. تمام كويس. بس يا لسه بارت سي از ويلد تو بارت دي. الحتتين اللي تحت دي شايلين القعده. سو يوزنج اد الكتريك ريزيستنس سبوت ويلدنج. يبقى حدد نوع الويلدنج سبوت. ويز سترينث 100 نيوتن والديتش 90 والنمبر اوف سبوتس 6. بص بقى دي لك الخيارين. عشان اد دي مع السي حط السنبوك من هنا وسنبوك من تحت. فيعملوا لي لوكال ديفيوشن عند النقطة دي اللي في النص واللوكال ديفيوشن عند النقطة دي اللي في النص. يعني عن نفس السنتر ده وعنده نفس السنتر ده
نقطة الانصهار اهي ونقطة الانصهار اهي. السنتر ده تحت في البلان اهو. يجوز ليا ان انا اشاور عند نقطة الاسبوت. عند نقطة ايه؟ الاسبوت. يعني هاجم. الدنيا بقى كده زحمة من لازم تشيل حاجة مع السطور يعني. هاجي اشاور عند النقطة دي بسهم واشاور عند نفس النقطة دي بسهم معناه الاثنين دول سبوت ويلدنج النمبر اوف سبوتس 6 والبيتش 90 والاسترينث 100 اشاور عند نقطة السبوت ما اشاورش على السطح الفوقاني او السطح التحتاني عند نقطة الانصهار اللي بين السطحين بكرر او الحل البديل نجي على السنتر لاين اللي هيبقى عليه سبوتس اهو ده سنتر لاين والسنتر لاين الثاني اللي عليه سبوتس اهو قوم جاي مشاور هنا وده سبوتس ويلدنج البيتش بتاعته 90 والسترينث 100 والنمبر اوف سبوتس 6 البيتش ما بين السفن والسمبل والسترينث بتاعهم السمبل البيتش ميلان بيقول لي انت قلبتهم ليه؟ البيتش يا حبيبي ما بين السهم والسمبل والسترينث بتاعهم السمبل ماشي؟ ادي التمرين اللي انت هتحلهم النهارده في الصاله بيقول لك حلهم في الصاله والهوم ورك اللي قبل منه دول هياخدوا منك في الصاله ساعه بالظبط هياخدوا منك ساعه هنروح يا ريت يا قوي يا دكتور قبل ما تفك وتروح اقعد خلص مساله الهوم ورك بالمره بتاع الويلدنج بس اكسب وقت انت كده كده هتنزل في السهم بتاع المواصلات لو ترام في الزراعه تاخد لك ساعه وما تضيعهاش عاد السكشن اربعه الماتيريال ما حدش خارج غير السرطان يا دكتور في حاجات يا دكتور في حاجات مشروع مننا نعملها دكتور والله لسه ما خلصتش لسه في موضوع تاني ده كده الويلدنج اتفقنا ان الويلدنج زي ان انت في النجم عشان الرجل يحمل المجسم عشان تعمل سترينسنج للمواد الريفت بتتعمل ازاي
اتنين بليد عاوز اوصلهم مع بعض. بجيب ادي بليد الثاني راكب فوق منهم وقوم يديك هنا دوت ادي البليد الاولاني بتاعت الشيرز وادي البليد الثاني وقوم جايب عمود حديد حته حديد اسطوانية وقوم حاططها من هنا كده معديه هي قد الثوب او اقل من الثوب بملي ده كليرانس دايما ملي يعني الثوب اوسع من قطر الريفت ملي الريفت شكله الاساسي كده عباره عن عمود حديد قطره دي بعد ما بطاطه بحاجه اسمها البانه بيطلع له راس نص كوره نازل منها حتة حديد كده بجيب بانه البانه دي انا عارف الفنجان عارف الفنجان فنجان بس حديد وبسخن الحديد دوت بسخن العمود ده لدرجه الاحمرار واحط البانه فوق منه كده هي فاضيه بس هي نص كوره فاضيه من جوه والعمود الحديد فيها اهو واقوم دقق عليها يقوم العمود الحديد ده ياخد ايه؟ ياخد شكل البانه خلاص بقى عمل لي راس اقوم قالب البليت من اليمة التانية طالع لي منه العمود بس اهو اقوم جايب البانه وحاطه دائر تقوم دنات دق الدق 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 العمود الحديد ده راح تخنان شويه نتيجه بعمل كومبريشن تخنان ملى الهول وراحت البانه دي نازله عامله نص كوره من فوق ونص كوره من مسك الاثنين بليد مع بعض عشان افك الاثنين بليد دول لازم اعمل ايه؟ بالاجنه وتك تك تك لحد ما طير الراس اللي فوق تلاقي العمود ماسك في الثقب اللي من جوه ده حديد انترفيرنس تقوم جايب بقى سنبك من فوق ولا من اجنه ولا مسمار تك 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 عشان تعرف تنسيه ديستراكتيف كونكشن علشان في كده لازم ندمر حاجه لازم نكسر خلاف المسامير المسامير بفك السوامير ورك او فك مسامير وفك صح فدي حاجه ودي حاجه اظن الكوبري ده مش هنفكه كل يوم الكوبري ده هنفكه كل يوم ده من 1919 هو موجود الكوبري ده صح وقايم زي ما الكوبري ابو العيله عشان يفككوه الله يا ربنا الاعلم فككوه ازاي ده يا اخو على ما فككوه هو من 1800 شويه الحديد لسه زمان ما صداش يعني بتقول لي حديد بيلمع من جوه الجليد بيطلع شكل كونكشن عامله كده الحاجات اللي عاملاها ده لو هي سنجل رو سنجل رو يعني ايه؟ يعني البليد اللي فوق اهو بس يا كابتن 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 ازعل منك اهو ازعل منك ادي البليد اللي فوق وادي البليد اللي تحت وادي الصندل الله يلهيت عليه الريفت الريفت في البلاند بان ازاي؟ تبان مجموعه دواير القطر بتاع الدايرة دي قطر العمود وليس الراس دي ام دي كابتن ودي ام دي سمول اللي يبان قطر العمود مش الراس ده اصطلاح ده اصطلاح المسافة بين كل ليفت والتاني بنسميها البيتش البيتش دي الناس بتقول انها من 3 إلى 5 الدايمتر بس اغلب الظن او الناس بتقول انها بتبقى 3 الدايمتر المسافه بين كل مسمارين بتساوي 3 القطر 3 ايه؟ القطر بتاع الريفت المسافه مش على حسب معظمهم بيعملها كده من 3 ل 5 دي بتكون مسافات كبيره قوي والشيتس طويله والاحمال ضعيفه خلاص؟ المسافه اللي من اول الشيت لحد اول ريفت دي بنسميها المارجن المارجن ده بيساوي 1.5 دي سواء من هنا ادي اول الشيت اهو وادي التوب اهو المسافه دي 1.5 دي وادي اول الشيت الثاني اهو واول توب فيه اهو المسافه دي 1.5 دي ممكن يبقى فيه دبل رو ممكن يبقى فيه دبل رو يعني البليد اللي فوق وادي البليد اللي تحت طب مديله هنا ريفت وهنا ريفت
ادي البليت اللي فوق وادي البليت اللي تحت. دول شكلهم بيبان عامل ازاي؟ عامل كده البليت ممتد الى الله اعلم، وادي البليت الثاني ممتد الى الله اعلم. هذا السنتر لاين بتاع الريبتس الاولانيه، هذا السنتر لاين بتاع الريبتس الثانيه. دول محطوطين كده والتانيين محطوطين كده عشان ما يضعفش البليت. مسافة من كل روبو التاني 3 دي، يبقى دي 1.5 دي المارجنز بتاعتي. دي 1.5 دي يبقى دي 3 دي تبعي. مش دي في نص المسافة، نص المسافة اللي ما بين الريبت دي والريبت دي، دول 3 دي. يبقى 1.5 هنا و 1.5 من فوق، يبقى المسافة دي 3 دي. صح؟ صح؟ طيب هي كل الروز بتاع الريبت نص كورة؟ لا، في عندي أنواع كتير أوي من الريبت. شباب ولا جايين يزوروا حد؟ هات لي اللي ورا تمرين الويلدنج السبوت ويلدنج الاخير كده لو سمحت. شكل الايروديناميك شيب بتاع الفلو، فبتعملها الريفت الغطسانه اللي جنبها، ريفت اللي واخده 90 درجه دي سلوب، تعمل لها ثقب برضه زيها كده، وتحط العمود من فوق، عمود من فوق اهو، وانت عامل الهول مسلوبه قدامك، تدق على العمود الحديد لحد ايه؟ ما يقفل. يبقى هو السطح حته واحده حسب التطبيق الموجود. بص على الدبابات الايطالي القديمه كده، تلاقي الراس بتاعتها الراس اللي هي الاخيره خالص، عشان دي سترينسنج للجسم. الراس دي كل ما تكتر بيحط ماتيريال قوي الدريفتشر، تمام؟ حسب التطبيق بتاعنا. اقلب الصفحه اللي وراها كده، اقلب الصفحه اللي وراها بقى. Thank you.
المثلث ما جابش الصفحه اللي وراها. شايفك انا اهو، شايفك، شايف انك بتلعب في المثلث وما قلبتش الورقه وعايز تقطيها وتطلع فوق تقول له ما ادانيش، ما شرحتيش، اقوم داخل خرم عينك. عارف طنط بهيتا ما يستهلوش؟ طبعا الورقه الثانيه دي الريفت كونكشن ما اعتقدش ان فيها اي صعوبه بالنسبه لك انك تنقلهم. بص عليها كده وشرحهم لك على السبوره والمسافر بتاعتهم والنسب قدامك عشان ما تجيش تقول النسب مش عندي، النسب قدامك يعني اللي ما كتبش لا يلومن الا نفسه. وهو بص عشان احرق دمك عشان تبقى تكتب ساعتها. الكلام ده يسلم الكلام الجاي. الهوم وورك بتاع ديفيد والهوم وورك بتاع الولدي. ما تسيعش هذا الفيديو ده غير بعد الثلاث الجاي. لو حدث يا دكتور الثلاث الجاي. عقابا للافندي اللي قاعد بينظف ضوافره بالمثلث ومديني الطرشه. خلاص كده دكتور؟ خلي بالك بقى. خلاص كده؟ هعمل معاك اتفاقيه حلوه سد. تخليها تبع الاتفاقيه. هوم وورك اه، واللي قبلها هوم وورك. الصفحه اللي قبلها هوم وورك. الصفحه اللي قبلها بتقول لك هوم وورك. شايفه من فوق قوي. يلا يا دكتور عايزين ناكل. بص بقى اعمل معاك ديل. اسمع الديل وحتى اسمع الديل ولا دافع على اذى حد؟ لو واقف ليه؟ يعني انا بيضه ولا حاجه كبيره؟ تقعد يا قلبي. هنروح هنروح النهارده، ديل هنروح النهارده. قول يا دكتور. هعمل معاك ديل. انا اتكلمت فيه مع الدكتور الطاهر وما خدناش قرار. ما خدناش قرار بنسبه 100% بس يعني متفقين ان المبدا ممكن يبقى سهل. طبعا عملت معاك ديل المره اللي فاتت وقلت لك انا هتجيب اي ميكانيكال ديفايس وتفكه، تجيب الادمه وتقيس وتنقل ابعاد وترسمها لي على لوحه سوليد وورك وتطبعها لي على السكيل اللي يعجبك، وده على 10 درجات من ضمن اعمال السنه. صح؟ هعمل معاك ديل كمان. هنزل لكم شويه تمارين اضافيه من بره في الهوم وورك وهسيبك انت ترسمها مع نفسك. ترسمها يعني مش هترسمها في السكاشن، لا 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 لا. ترسمها على لوح بالقلم الرصاص كانك قاعد في امتحان. ايه رايك في الغتاته دي؟ طب وايه فائدتها يا دكتور؟ ايه فائدتها يا دكتور؟ بس اوعدك اوعدك ان اجيب لك امتحان الفاينل تمرين منهم. بس انت اللي هترسمه ولما تقف معاك تروح للمعيدين تسالهم الرسمه دي صح ولا غلط؟ ايه الصح وايه الغلط؟ يقول لك عليه غلط. لو انت عاوز بقى يعني تجيب تقدير وتحل كويس، حل كويس، هتعيد رسم اللوحه من تاني. هما مش هيبقوا ثلاث تمارين. ده خلاص؟ اسكت اسكت ولا تتكلم انت؟ هتتكلم هسكت وانت الخسران. انت الخسران. هتتكلم هسكت. هتسكت هتكلم انا. ده عشان امتحان فاينل الميد ترم. خليه كده ايه؟ مفاجأة. لا مش مفاجأة. خليه كل واحد يقيس نفسه. عشان ما حدش يبقى يتغر ويقول لك ده انا توت فين. هنفخك رسمه في الميد تيرم اخليك تلف حوالين نفسك. بقولها لك اه وش
الساعة بتاع لا ما هنفرق احنا مش هنمتحن الميد ترم مع الكلية. احنا هنمتحن في سكشن. هجيب لك رسم التجميع حتى فيكس وكورة من الصيارة كده. في ثلاث ساعات. مش احنا زماننا اخر السنة ثلاث ساعات. هيزيد على امتحان الميد ترم اخر السنة رسمة ويلدنج ورسمة وسأل سوليد وورك. اظن احنا يعني اديناك كورس سوليد وورك. حد معترض ان احنا اديناك كورس سوليد وورك؟ يبقى دول اللي هيزيدوا. دول هيبقوا سؤالين زمانهم في الامتحان اخر السنة نص ساعة. انا بديك النص ساعة دي في الميد ترم كادو مني ليك عشان تقعد تحل كتير ترسم كتير تضمن انك تجيب درجة كويسة في الميد ترم. بس خلي الميد ترم بلاش نتفق عليه. اخر السنة هو اللي عليه الوقت الكبير فانا بساعدك. وبرضه بمجهودك. واحد خد الثلاث ورقات وعملهم طيارات وحمام وحور. واحد خدهم وراح رسمهم وبذل فيهم مجهود وسأل المعيدين ايه الصح وايه الغلط. هما يتعلموا يا دكتور ولا هما ولا هدخلهم في اعمال السنة ولا هبص لهم مش هديك عليهم درجة. انما اديهم لك اهو روح جرب نفسك فيهم ارسمهم واطلع للمعيدين تعالى لي الرسمة دي صح ولا غلط. اقول لك دي غلط ودي غلط ودي غلط. تروح ترسمها تاني مش عاوز قلة ادب بقى. هو مش عشان انا بخدمك تبقى انت قليل الادب. طب بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ انت لو بتشيرت بنفسجي انت؟ قوم بتتكلم ليه؟ مين اللي كان بيتكلم وراك؟ قوم يا ده اللي تتكلم؟ ما هو مش قوي عليه؟ بتتكلموا في ايه؟ رغم ذلك ناس هتسقط برضه. يعني شوف رغم اللي بعمله معاك ده كله ان انا في ناس هتسقط. شو؟ يعني انا بعتبر بديك الامتحان في ايدك اهو وبقول لك حل دي دي على 60% من ورقة اخر السنة 60% بديها لك كادو المفروض انك تقفلها ورغم ذلك ناس هتصد. انا عارف بتوع سنة ثالثة تصميم انا مديهم الامتحان على الصبورة. قلت لهم دي هجيبها لكم في الامتحان الرسمة دي منصقوا. طب 44 واحد من 100 من 176. طب ايه العيب بقى في بقى 75.3 فقول لك العيب ايه بقى انجاز واخد بالك. فانا برضو برامل بقول لك يعني هخدمك مش عاوز اعقدك عاوزك تحب القسم عاوزك تنجح عاوزك تجيب تقديره وشوف بديك كام كادو ورا بعض اهو بريحك نفسيا عشان ما يجيلكش اكتئابات وتجيلك تعرف اكتئاب يعني ايه؟ ديبريشن عشان ما تاخدش انتي ديبريشنز دي ثمنها غالي اقلها الزلام ب 10 جنيه العلبة. روح للصيدلية يقول اديني الزلام يقول لك انت بتاخد مخدرات على طول. اه كده هتقول انت تعرف الكلام ده منين؟ اقول لك مراتي دكتورة صيدلانية كنا فاتحين دكان صيدلي وبعدين قفلناه. كنت بشتغل دكتور الناس بيجي تقول لك هو دكتور ليه؟ كنت بكتب وصفات ومشطات وشغال والعداد بيعد طبعا. اتفقنا يا اولاد؟ التلات لوح دول على الاسبوع اللي جاي او اللي بعده هيبقوا جاهزين. هديهم لكم تصوروهم تمشي ايدك فيهم يبقى معاك شهر لسه فاضل اهوت شهر فاضل لسه. يا ريت يا ريت تهتم يا ريت